من كابوس الأرض اليباب، الأموات لا يتألمون، الأموات لا يتألمون ولا يتمنون ولا تهزهم الذاكرة. ما نفع الذاكرة التي تستحضر ما توقعناه يوما؟ لم يعد لها أي معنى الآن. وهل للتوقع أي أثر في حالة عدم الفعل؟ ومتى يأتي نيسان أقصى الشهور، يخرج الليلك من الأرض الموات، يمزج الذكر بالرغبة، يحرك خامل الجذور بغيث الربيع؟ لم يعد للزمن معنى، ولم يعد للفصول أي معنى، ما دام الرعد يحتفظ بصوته العقيم. Thank you.